ايه الصفقات اللي عينكم عليها في يناير ان شاء الله لما تحلوا مشكلة القيد؟ برضو حتة الصفقات دي يعني انا لازم اقعد مع الراجل المدير الفني الاول. انا ما اقدرش من دلوقتي اقدر اتفاوض مع نفسي لا يعني حضرتك برؤيتك الكروية شايف الزمالك محتاج ايه؟ محتاج كتير عشان ابقى صريح معاكي. فمش كل المتاح او كل اللي انا عايزه هيبقى متاح وقتها. خلي بالك برضو انا عندي مشكلة، انت اوريدي قبل الصيف بيبقى عندك البدايل والمتاحه والسوق مفتوح والعدد كتير تقدري تختاري اللي انت عايزاه. لا انا الفرصه دي ضاعت عليا، عشان برضو الناس تبقى فاهمه، انت داخل في يناير فالمتاح هيبقى قليل، فبناء على المتاح اللي احنا هنشوفه، لان انت المتاح ممكن ما يبقاش انت مركز محتاجه، فانا هشوف المتاح في السوق مين ومين ومين مراكزه ايه وايه، هل المراكز دي فعلا احنا محتاجينها؟ لو محتاجينها وهتبقى في مصلحه نادي الزمالك تاكدي ان هو هيجي بالاتفاق برضو مع المدير الفني. مش عايز اعمل حاجة فنية، احنا ناس فنيين وبنفهم في الكرة وكل حاجة، بس هيبقى فيه هات وخد مع المدير الفني، لان انا ما ينفعش ان انا افرض عليك رؤيتي، لان انا في الاخر انا اللي هتحاسب. ما انا ممكن اجي افرض عليه واقول له فلان احسن فلان، بس هو ممكن يكون طريقة لعبه واسلوبه هو مش عايز فلان، مع انه هو فلان ده كويس، بس عشان اعرف احاسبك هنتفق انت فلان لا طب عايز فلان طب ماشي اوكي، عشان لما اجي احاسبه اقدر احاسبه صح. مش عايز افرض عليه رؤيتي، حتى لو رؤيتي شبه صح يقنعك يا تقنعني، فلازم نوصل لمرحلة ان انا اقنعك باللي انت عايزه في المركز الفلاني. الفكرة ان انا زي ما قلت الفرايتي البدائل هتبقى قليلة جدا، فربنا يوفق ونقدر نلاقي حاجة في السوق تقدر تخدم مصالح فريق الكورة في نادي الزمالك وقتها. هو في كم اسم يعني، ومن ضمنهم عمر كمال اللي كان المفروض اصلا يعني كنت انتوا عملتوا معاه عقد ولكن وقف القيد، هو اللي ما كملش الموضوع، لكن هو هيبقى فري في يناير، هل عينكوا عليه؟ عمر كمال وغير عمر كمال. طب انا عندي احمد دايما منصور مثلا، ما انا عنده مشكله مع المصري وفيه وانه من حقي. طب لو انا محتاجه، انا بص كل الكلام ده يا جماعه عشان الناس تبقى فاهماني، دي رؤيتي الشخصيه لما نقعد مع الراجل المدير الفني. لو انا محتاجه ما جابوش لي احمد عيد، لو انا محتاجه ما رجعوش لي اي حد اي لعيب، عشان كده انا مش عايز اذكر اسامي. ما في بدائل كتير، ما في لعيبه ممكن تبقى في نفس موقفي في شهر يناير، لعيبه في انديه ثانيه هتبقى في نفس موقف لعيبتي اللي هو ايه، هيبقى فري في يناير اقدر اتفاوض معاه، هستنى اللحظه القانونيه بالنسبه لي اللي اقدر اتفاوض معايا مع اللعيب فيها، طالما انا في احتياج اليه ده اللي انا هعمله.